ننتظر الحوار المشوق بين المتصدر فريق اتحاد طنجة يحتل صدارة الترتيب ترتيب الدوري الوطني الاحترافي برصيد 48 نقطة من أصل 27 مباراة تلعبها الفريق الطنجي. وذكر فاز في 13 مباراة، تعادل في 9 ونازم في 5 ديال المباريات. يواجه الدفاع الحسني الجديدي واحد من الفرق التي تصارع من أجل الظفر بلقب هذا الموسم. وذكر مركز خامس إلى جانب الأورابي على جانب فريق الوداد الرياضي بحصيلة تنقيطية بلغت 44 نقطة، طبيعة الحال بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق اتحاد طنجة. وذكر فريق الدفاع الحسني الجديدي فاز في 12 مباراة، تعادل في 8 ونهزم 7 ديال اللقاءات. هذا هو الحوار وهذا هو التشويق وهذه المعطيات الرقمية من جانب كل فريق. عبد الرحيم طريق إطار الوطني في مواجهة إطار وطني آخر هو إدريس المرابط. حوار قول أقل ما يقال عنه سيكون مشوق ورائع، كل المعطيات كل توابل الفرجة حاضرة في المدرجات من جانب جماهير الطرفين معا في انتظار كذلك أن نتابع حوار يرقى لهذا القمة عن الجولة 28 للدوري الوطني الاحترافي. بطبيعة الحال فريق اتحاد طنجة يعلم جيدا من مباراة اليوم قد تكون مفصلية في صراع اللقب، في صراع بطبيعة الحال بدأ فريق اتحاد طنجة لدورات ويريد أن يكسب من اليوم أمام فريق الدفاع الحسني الجديد. طرقة المباراة بدون مقدمة، تشوفوا كرة كانت من جانب أحمد حمودان تمشي وسط الميدان. أقول لكم أقول لكل المشاهدين الكرام عبر القناة الرياضية اليوم الفرجة مضمونة في هذا القمة، مضمونة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا على مستوى رقعة الميدان من جانب الطرفين معا ولا كذلك من جانب جماهير الفريقين معا. كرة تلعب أمامية مشيت لفريق الدفاع الحسني الجديدي اللي بعد من أنور رشيد وسط الميدان، عودة من جانب يمننا يعد العميد يوسف قردوم يتخطى فريق اتحاد طنجة مع بداية هذه المباراة يلحث من أجل البحث على أولى الفرص والهدف الأول الذي سيدخل الفريق الطنجاوي في معطيات هذا المقابلة اليوم. أقول يواجه فريق مشاكس، فريق بإمكانيات جد محترمة هو فريق الدفاع الحسني الجديد. طبعا الحال الدفاع الحسني الجديد معنويات جد مرتفعة بعد التعادل الإيجابي أمام فريق مولودية الجزائر برسم الجولة الأولى من دور المجموعات. وقبل أذكر بأن الفريق كان حقق انتصارين متتاليين في الدور الوطني، الجولة الماضية خماسية مدوية مقابل اثنين بمراكش على حساب الكوكب المراكشي، وقبل فوز هنا بملعب محمد العبدي بمدينة الجديدة على حساب فريق الرجاء الرياضي. وبذلك أصبح وأكد مما لا شك فيه بأنه واحد من الأندية المعنية بصراع اللقب. كرة مشيت أمامية متابعة من فريق اتحاد طنجة على مستوى الدفاع، العودة لفائدة أيوب الخليقي. اليوم سيلعب في محور الدفاع إلى جانب أيوب إلى أيوب الجرفي، فيما في الأظهرة كل من أيوب الغريب. هذه محاولة خروج الحارس طارق وطاح، قلت لكم بأنه مؤشرات المباراة الفرجة ستكون مضمونة 100%، وكذلك الريتم لأنه اليوم كل فريق سيبحث على تحقيق الانتصار. هذه كرة مشيت طنجاوية للخطير أحمد حمودان يبحث على انسيلات خطيرة، طنجة خطيرة خطيرة خطيرة. أول تهديد من جانب فريق اتحاد طنجة. أنا ما أقول لكم الفرجة مضمونة في مباراة اليوم. شوف الانسلال كان من جانب الخطير أحمد حمودان، لم تستثمر من جانب المادي النغمي في حدود الدقيقة الثانية فرصة أقول بأنه قدم من خلالها فريق طنجة ورقعة اعتماده بشكل مبكر هنا حول استثمار المادي النغمي. ثم بعد ذلك ياسين المحيري اللي مسجل هدفين لفريق اتحاد طنجة، كان يبحث على الهدف الثالث. هذه الفرصة الأولى الخطيرة للتشهير في حدود الدقيقة الثانية من هذا المباراة. ريتم عالي، تشويق عالي، وفرجة يعني أقول اليوم ستكون مضمونة وأكد مرة أخرى 100%. تابعوا في الصورة، هذا هو المارد، هذا هو اللاعب اللي اختطف الأضواء رفقة فريق الدفاع الحسني الجديد وليد صارو. مهاشم الآن المصري حاضر اليوم ليساند فريق السابق فريق الدفاع الحسني الجديد. كيف لا وفريق ومن ساهم في بروز هذا الاسم وتعلق بشكل كبير رفقة نادي القرن، رفقة فريق الهلال المصري، وتوج معاه بلقب الدوري المصري. وقبل ذلك كانوا مسميين دوري أبطال إفريقيا حينما خسر الأهلي المصري اللقب أمام فريق الوداد الرياضي. ضربة خطأ وكان خطأ في التدخل، الحكم يعطي ركنية لفائدة فريق اتحاد طنجة. الركنية الأولى في المباراة، الكل
الكل يتابع مجريات هذا المباراة. الجماهير الجديدة وكذلك جماهير طنجة يراقبون تفاصيل هذا المباراة. كرة مشات ملعوبة أمامية تمشي لخطر أحمد حمودة لبعاد وسط الميدان. نشوفوا هذا المحاول مرضوان مرافطون يغري يلعب في الجهة اليسرى. طنجة يبقى الوسط يضغط الفريق الطنجاوي. هذا هو أسامة الغريب للاستكمال هناك من جانب أيوب الخالقي وهذا يبحث على التمرير بالفعل تمكن من ذلك. أيوب الخالقي مرة أخرى لعودة للخلف ملعوبة أمامية. كرة قصيرة جميلة من جانب عناصر اتحاد طنجة المهدي النغني يتحصل على تماسك كرة الحكم لفائدة ولفائدة فريق اتحاد طنجة. اتحاد طنجة قول لأنه ثلاثة ديال المباريات الأخيرة لم يتذوق خلالها طعم الانتصار. سقط بميدان فريق الفتح الرباطي وخارج الميدان أمام السرع واتصم وتعادل في الجولة الماضية بالميدان أمام فريق الوداد الرياضي. اليوم أي نتيجة غير الانتصار؟ أقول أي نتيجة غير الانتصار ربما تبعثر أوراق فريق اتحاد طنجة في حالة ما أكيد تبعوا المعطيات ديال المباراة الأخرى القمة الأخرى التي تجرى في المركب الرياضي محمد الخامس بين الوداد الرياضي وحسن يتقدر. كرة مشات اليسرى للخطير حميدة حداد يلعب بهذه الطريقة إلى الميكري كرة وقشميلة البحث على التمرير في اتجاه يمنى نحلك انقطع في الوقت المناسب انقطع عمر العرشون ولكن تسخر في الكرة الأخيرة بالفعل عمر العرشون متوسط ميدان دفاعي في تشكيل فريق اتحاد طنجة. تمشي جهة اليسرى لأحمد حمودان حمودان الخطير حمودان الماكر حمودان المبدع حمودان العافا لكن ما كانش هناك الدعم والمساندة من جانب المهدي النغمي لأنه كان المهدي النغمي وقف لم يكمل هذا الحوار وهذا البناء الهجومي اللي كان من فريق اتحاد طنجة. مرة أخرى تعود لفريق الدفاع الحسني الجديد مقطوع المهدي النغمي الحكم يقول ما كانش هناك خطأ تسديدة. المهدي النغمي في ثاني فرصة تكتسي طابع الخطورة المرة في حدود الدقيقة السادسة قبل ذلك طالب لعب فريق الدفاع الحسني الجديد بخطأ لكن الحكم قال ما كانش هناك خطأ. توسطت المحاولة وسدد المهدي النغمي اللي يضيع ثاني فرصة خطيرة لفريق اتحاد طنجة. تابعوا مع الفرص تابعوا مع الفرص الأولى كانت ياسين البحيري وبعد ذلك كانت من أحمد من جانب المهدي النغمي لكن العمل دائما من جانب الخطير من جانب الخطير أحمد حمودان عطى جوج ديال الأسيست بشكل مميز. الأول كان المهدي النغمي مشات ياسين البحيري هو اللي كان يلعبها والثاني عطى للمهدي النغمي لعبها بشكل مباشر لكن تمر شاربا على مرمى الحارس عزيز الكيناني لعب عزيز وسط الميدان التدخل من طرف من طرف عناصر فريق الدفاع الحسني الجديد يبان هناك ارتباك في الدقائق الاولى من طرف الفريق الدكاري فريق الدكاري في مباراة اليوم هناك مجموعة من الغيابات المؤثرة محمد علي بمعمر عدنان الوردي جوج الغيابات بسبب الإصابة غياب مؤثر في خط الدفاع كل من مروان العدودي طرد في المباراة السابقة وكذلك من سوش باكاري دياي يغيب بسبب تلقي الأربعة ديال إنذارات كرة دفاعية مشات في منطقة الجزاء للمغرب تعب في الوقت المناسب ودافع فريق اتحاد طنجة يرفع كرة أمامية وسط الميدان المهدي النغمي يبحث على التمرير ما تمكنش منها لاعب بطبيعة الحال تيون أوسايلو ترجع دكانية هذا المرة طنجاوية في خط الوسط نشوف المحاولة ديال التمرير بالفعل مشات بشكل جيد التمرير كانت من طرف لاعب فريق الدفاع الحسني الجديد فابريسينغا هذه كرة أمامية قصيرة أمامية لفائدة لفائدة اللاعب سيمون مصوفا ترجع من نناح تمريرته خاطئة نناح للمهدي النغمي أنا بقول لكم أنه بداية المباراة تيبان في ارتباك من جانب فريق الدفاع الحسني الجديد خطر وسط هذا عمر العرشون يلعب للخلف لأيوب الخالقي مشات وسام الغريب في الجهة اليسرى يرفع كورتو بشكل جيد مشات للمهدي النغمي لكن مقطوعة يتدخل طارق الساتي حوار مثير مع بداية هذا المباراة من جانب الطرفين مع الخطأ سيكون ممنوع في مباراة اليوم قلت لكم الخطأ سيكون ممنوع في مباراة اليوم لأنه مباراة اليوم ينتصر اتحاد طنجة سيخطو خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب شريطة في المباراة المقبلة أمام جارو فريق المغرب التطواني سيكون مطالب تحقيق الانتصار إن أراد أن يضمن 100% لقب هذا الموسم لكن أقول اليوم بأنه البداية القوية والمثالية والخطوة الأولى نحو اللقب ستكون من مباراة اليوم أمام فريق الدفاع الحسني الجديد دفاع الحسني الجديد هو الآخر يعلم جيدا قيمة المباراة سيدار ديون جانب التدخل من جانب الحارس طارق وطاحي يدخل اليوم
رسمي في هذا المباراة، هي المباراة الثالثة بالنسبة لطارق وطاح. وشوف سقحة طارق وطاح أنه يلعب المباريات الكبيرة، يلعب أمام فريق الوداد كتعادل فريق الاتحاد طنجة، ويلعب أمام فريق حسنية كبير وكتعادل فريق الاتحاد طنجة من الحسنية. هذه كرة انشات مقوصة، البحث على الراسية ما تمكنش من ذلك، دائما تغطي فريق الدفاع الحسني الجديد. طارق وطاح ثالث مباراة مع الفرق اللي معنية بالمنافسة على اللقب، قلت لعب ضد الوداد ولعب ضد حسنية كبير، واليوم يلعب ضد فريق الدفاع الحسني ضد طبعا حال فريق الدفاع الحسني الجديد. إذا الغياب أحمد رضا التكناوتي بسبب الإصابة، وذكر كذلك يغيب بيبين داي بسبب الإصابة، هذا اللاعب اللي كان اليوم ويوم أمس جرات عملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي. كرة تلعب من جانب طارق وطاح وسط الميدان، تدخل من الدفاع، دفاع فريق الدفاع الحسني الجديد، الراسية أمامية متابعة من طرف يوسف قردوم، عملية الإبعاد بمبدأ السلب والأمان، إبعاد كرة في اتجاه دفاع فريق اتحاد طنجة. اليوم سيركزون بشكل كبير على الخطير حميدة حداد وكذلك بلال مقري وسيمون مصوفة، ثلاثي الرابط في خط هجوم فريق الدفاع الحسني الجديد، فيما يقود خط هجوم فريق اتحاد طنجة كل من أحمد حمودان والمادي النموي وياسين البحيري. على ذكر خطوط الدفاع والهجوم، وذكر بأنه اليوم الدفاع الحسني الجديد كأقوى خط هجوم في الدوري الوطني الاحترافي يواجه أقوى خط دفاع وفريق اتحاد طنجة. دخل جيبك فقط 19 هدف كأحسن دفاع في البطولة فيما خط هجومه، يمكن أن نقول بأنه بالنسبة لاتحاد طنجة هو خامس أحسن خط هجوم في منافسات الدوري الوطني الاحترافي. بالأرقام بالمعطيات، اتحاد طنجة سجل خط هجوم 31 هدف مقابل 19 هدف في شباكه بنسبة 16. ثم أذكر بأنه فريق الدفاع الحسني الجديد خط هجومه سجل 46 هدف فيما دخلت شباكه 29 هدف بنسبة 17. هذه جماهير الدفاع الحسني الجديد تعود أخيرا للمدرجات، تعود للمدرجات فيما شوف الكبار، كبار مدينة طنجة يحضرون اليوم ليقدمون درس من الدروس التي قدمت هذا الموسم من جانب هذا الجماهير الكبيرة، مساندة مشروطة لفريق اتحاد طنجة منذ انطلاق منافسات هذا الموسم، ويؤكدون ذلك من خلال تنقل جد محترم هنا لمدينة الجديدة. حوار خاص قلت بين المدربين، بين عبد الرحيم طليب وبين إدريس المرابط، من سيتفوق على حساب من؟ من سيناقش فريق معطيات المباراة بشكل إيجابي؟ ومن بإمكانه اليوم أن يظفر من نقاط الثلاث ستكون ثمينة وغالية في مسيرة الفريقين في مشوار قلت المنافسة على لقب هذا الموسم. كرة في خطر وسط لفريق دفاع الحسن الجديد من بلال المقري، تمشي للدائرة الأيسر، يلعب اللاعب فابريس سينكا ليوسف قردوم، يوسف قردوم لعب لمحمد حمامي، حمامي يتقدم في وسط الميدان لاستقبال من جانب انور جيد، انور جيد يلعب في الجهه اليمنى لطارق الساتي، كرة قصيرة من عناصر الدفاع الحسني الجديد، مازال ما دخلتش في اجواء المباراة، مازال تبحث على اولى الفرص. شوف قلت لكم ارتباك واضح وتمريرات خاطئة من جانب عناصر الدفاع الحسني الجديد، مشات امامي بدا طريقة شميلة في العمق للخطير احمد حمودان، منطقة الجزاء بعد العرضية هذه خطيرة، مرت جانبا ما كانش هناك دعم، ما كانش مساندة، لكن يتمكن منها ياسين البحيري، يلعب على الجهة اليسرى لأسامة الغريب، البحيري من جديد يرفع بهذه الطريقة، لكن يتدخل المدافع، يتدخل المدافع فابريس نكاي بعده وبين الهشمة، هذا المرة لفريق الدفاع الحسني الجديد. طارق الساتي لاعب اختطف الضوء بشكل كبير في الجهة اليمنى لفريق الدفاع الحسني الجديد هذا الموسم، كرة لأنور جيد في وسط الميدان، يتقدم أنور، يبحث على التمرير يتمكن من ذلك، لاستقبال كرة قصيرة من عناصر الدفاع الحسني الجديد سيمون مصوفة، عودة لأنور جيد في وسط الميدان، أين هي الحلول لفريق الدكاري مع بداية هذه المباراة، يبحث على الحلول في اتجاه شباك الحارس طارق وطاح، لعبها لبلال المقري بطريقة شميلة، يتوغل بلال، بلال بلال، سدد بلال لكن هناك الدفاع. اللي تدخل وعمر العرجون تمكن من ابعاد الخطر، والخطر بطبيعه الحال يبقى، اقول فهذا المباراه يبقى فهذا المباراه حاضر من خلال البنات الهجوميه للطرفين بالنسبه لفريق اتحاد طنجه الذي يبقى اخطر في اتجاه شباك الحارس عزيز الكيلاني، فيما نشوف بانه قلت يحاول الدفاع الحسني الجديد يحاول ما امكن انه يدخل في اجواء المباراه. التغيير اضطراري، دخول صاروخ في هذه اللحظات، إذن كيدخل صاروخ، تغيير اضطراري بالنسبة لفريق اتحاد طنجة، وهذا
مستجد بالنسبه لتشكيل فريق اتحاد طنجه مع بدايه هذه المباراه. كره مشيت اماميه لعمر وعربي وغادر ودخول خالد صروخ، هذه كره ملعوبه في منطقه الجزاء. الحكم يقول واصل اللاعب تمشي في الجهه اليسرى. اذا نعمان وعراب يغادر المكابره ويدخل مكان خالد صروخ. شوفوا هذه المحاوله دكاريه مقوسه خطيره خطيره خطيره. اول تهديد اول فرصه خطيره كانت من الخطير سيمون مصوفا، واحد من الهدافين المرعبين في خط هجوم فريق الدفاع الحصري الجديد. لكن شوف اللي اعطاه الكره اللي اعطاه الاسيست هو المميز بلال المقري، اعطاه كره بطريقه شميله حول استثمارها بهذه الطريقه سيمون وصوفا سدد. لكن المتابعه من الحارس طريقه طاح، كره للدفاع تمشي للجهه اليمنى لطريقه ساتيم حتر العرضيه مره اخرى يلعبها مقوس الرقعه الراسيه، لكن بعيده بعيده مشات من سيمون وصوفا. اليوم خط دفاع فريق اتحاد طنجه سيواشي خط هجوم يرعب، قلت خط هجوم يرعب. عندهم سيمون مصوفا مسجل 11 هدف، عندهم حميده حتى 8 ديال الاهداف، وعندهم كذلك بلال المقري اللي مسجل 9 ديال الاهداف. مساش كذلك نفس المعطيات بالنسبه لفريق اتحاد طنجه، لكن اقل ضرر واقل خطوره دائما نتحدث بلغه الارقام والمعطيات. اتحاد طنجه اللي عنده المهدي النغمي وصيف هدف الدوري الوطني الاحترافي ب 13 هدف، فيما احمد ابو حموده مسجل 4 ديال الاهداف وياسر البحيري هدفين. وبذلك اقول لغه الارقام والمعطيات يعني ترسم لنا وتاكد لنا التفوق من جانب خط هجوم فريق الدفاع الحسني الجديد، لكن تفوق لم يسجل الى حدود اللحظه الى حدود دقيقه 15. صفر مقابل صفر، حكم يقول ضربه خطا لفريق اتحاد طنجه. إذا سيلعب الخطأ، رضوان شهيد هو من يقود معطيات هذا المقابلة، مباراة مهمة برسم الجولة 28 من الدوري الوطني الاحترافي لقاء هذا اليوم. الشباب الريف الحسيني تعادل بطعم الهزيمة يزيد الوضعية تعقيدا، نقول في أسفل الترتيب وفي المراتب المتأخرة بالنسبة للفريق الريفي. يتعادل أمام فريق الرجاء البيضاء، يقول بأنه خرج من أجواء المنافسة على لقب هذا الموسم بنسبة 100% في انتظار بقية المعطيات ديال هذا الموسم. كذلك التعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للنظر بركان فريق أولمبيك ريبكا والدفاع الحسني الجديد فضل مباراة أمام اتحاد طنجة. وكذلك الوداد وحسنية أكادير لقاء أي القمة لتجسيد أرضية شات متابعة من الرولة والثانية من أسامة الغريب لعب أرضية ما كاينش تسلل، هذه خطيرة خطيرة. شديدة الوان ومسواتهم ترعب الخصوم. شوف كيفاش تم استغلال هذه الفرصة، ما كاينش تسلل ما كاينش تسلل بتاتا. احمد حمودان يلعب بهذه الطريقة والمتابعة من جانب عمر العرشون يتمكن من افتتاح حصة التشيل لفائدة فريق اتحاد طنجة. ما قلنا لكم مباراة فيها فرجة، مباراة فيها إثارة، مباراة فيها تشويق، مباراة فيها الأهداف، والهدف يجي في هذا الوقت بأي طريقة بهذه الطريقة الجميلة. الهدف من جانب عمر العرشون يفتتح حصة التشيل لفائدة فريق اتحاد طنجة. وهذا عمر العرشون اللي كان لعب أول مباراة رسمية رفقة من؟ رفقة المدرب الحالي لفريق اتحاد طنجة اللي أعطاه الثقة الكبيرة المدرب دريس مرابط. اليوم يؤكد بأنه يستحق الرسمية، يقول يستحق الرسمية في خط هجوم فريق في خط وسط ميدان فريق اتحاد طنجة. إذا 1-0 هذا في جي في حدود دقيقة 17. هدف سيعطي المباراة تشويق، هدف سيعطي المباراة إثارة، والإثارة حاضرة من جانب جماهير اتحاد طنجة. تحتفل بالهدف المسجل في المدرجات، تحتفل وهناك بطنجة العالية، بطنجة العزيزة، بطنجة الجميلة بطبيعة الحال في المقاهي في البيوت في كل مكان بمدينة طنجة وخارج مدينة طنجة بمختلف أنحاء المملكة بخارج أرض الوطن. مناصر اتحاد طنجة يعلمون جيدا بأن اليوم مباراة حياة وموت، مباراة أولى، مباراة حياة وموت أمام فريق الدفاع الحصري الجديد، مباراة التتويج باللقب، مباراة الخطوة المهمة من أجل الظفر بلقب هذا الموسم. وكم اشتاقت جماهير طنجة لهذا اللقب، كم اشتاقت جماهير طنجة لهذا اللقب، وكم تنتظر أن تحتفل بهذا اللقب. كرة في وسط الميدان، مباراة في بدايتها، مباراة في بدايتها. أنت اليوم
التواجي العنيد والكبير فريق الدفاع الحصري الجديد، الفريق المختص في اسقاط الكبار الدوري الوطني الاحترافي. اسالوا يعني مختلف الانديه الوطنيه، اسالوا الرجاء والوداد، اسالوا الجيش الملكي، اسالوا قبل ذلك المغرب الفاسي، اسالوا كل الانديه الكبيره، ما معنى ان تواجه فريق الدفاع الحصري الجديد؟ كره ملعوبه مقوسه بعد الراسيه في اتجاه حميده حداد الابعاد، مره اخرى من دفاع فريق اتحاد طنجه، يتدخل لمن يتدخل؟ ايضا خالقي، فرصه دكانيه مقوسه خطيره بعد الراسيه، لكن يتدخل الدفاع. سيعاني دفاع فريق اتحاد طنجه كثيرا في هذه المباراه. امر منتظر، هذه تسديده تمشي جانبا، تسديده تمشي جانبا من جانب اللاعب انور شهيد، هو السديده. الصوت يعلو على صوت الدفاع في المدرجات، يساندون فريق الدفاع الحسن الجديد في مباراه اليوم. بالرغم من ان يعني تعثر فريق الدكان بواحد صفر، لكن هذه مباراه في بدايتها، مباراه في بدايتها. عبد الرحيم طالب، ماذا اعدت لفريق الدفاع الحسن الجديد في لقاء اليوم؟ اذكر هذه المباراه رقم 71 لعبد الرحيم طالب كمدرب لفريق الدفاع الحسن الجديد، حقق 33 انتصار، اليوم يبحث على الانتصار رقم 34 كمدرب لفريق الدكاري مقابل 23 تعادل و14 هزيمه. هكذا هي الحصيله المثاليه والجيده والمميزه لعبد الرحيم طالب كمدرب لفريق الدكاري. ترحل المدرب لاعاده الثقه لفريق الدفاع الحسن الجديد، كيف لا؟ هو الذي تمكن الموسم الماضي من المنافسه على لقب الدوري الوطني الاحترافي حتى اللحظات الاخيره، يخسر الريان امام المتوج فريق الوداد الرياضي. يعني طبعا الحال المرتبه التي مكنت الدفاع الحسن الجديد من تأهل منافسات دوري ابطال افريقيا، وبذلك اقول بانه كانت صفحه من الصفحات الان يمكن اعتبارها مشرقه في تاريخ فريق الدفاع الحسن الجديد. واحد من الانديه اللي تعودنا في السنوات الاخيره اخذت يعني السرعه في البطوله الوطنيه، لكن اقول الدفاع الحسن الجديد رفقه عبد الرحيم طالب فك هذا العقد. الموسم الماضي تمكن من احتلال المركز الثاني، ما نساوش كذلك بانه كان وصل في 2013 كان تمكن فريق الدفاع الحسن الجديد من التتويج بلقب كاس العرش، وما نساوش كذلك بانه هذا الموسم كان وصل لنهائي كاس العرش وكان خسر اللقب امام فريق الرجاء الرياضي. هكذا هي محصله الدفاع الحسن الجديد في السنتين الاخيرتين، حصيله تبقى جدا مشرفه بالنسبه لفريق الدكاري. تابعوا كره ملعوبة من دفاع فريق الدفاع الحسن الجديد من يوسف قردوم، يرفع كرة من بيها في اتجاه حميدة حداد اللي بعد من أيوب الخليقي وسط الميدان، عودة للخلف، هذا رضوان مرابطة ويغلي كرة مشات بعيدة عليه، الحكم يقول تماس لفريق الدفاع الحسن الجديد وتنفيذ التماس يلعب من جانب فابريسينغا لبلال المقري. بلال المقري يخسر كورس والحكم يقول واصل، اللاعب يقول ما كانش هناك خطأ في الوقت اللي طالب بلال المقري بخطأ لفريق الدفاع الحسن الجديد. مشات أمامية للفريق الطنجاوي، التغطية من يوسف قردوم والخطأ لفائدة من فائدة الدفاع، يلعب الخطأ بشكل سريع وسط الميدان، البحث عن التمرير من جانب شعيل مفتون. 21 سنة فقط، واحد من المكاسب التي تحققت في تشكيل فريق الدفاع الحسن الجديد. كرة لطارق الساتي، الساتي يبحث عن التمرير في الجهة اليمنى، نشوفه هل سيتمكن من التمرير العابة مية لسايمون مصوفا، مصوفا تمكن من كورتو، مصوفا يبحث عن التمرير العرضية منطقة الجزاء حميدة حداد، ما تمكنش له، يستغل الكرة براسية في اتجاه الحارس طارق وطاح، لكن الكرة تمشي لفائدة دفاع فريق اتحاد طنجة. مباراة متحركة، خطأ بالفعل، خطأ لفريق الدفاع الحسن الجديد، خطأ لارتكبه المادي النغمي، خطأ لارتكبه المادي النغمي، وأظن بأنه المادي النغمي عنده ثلاثة ديال الإنذارات، يعني ارتكب خطأ اللي يخلي الحكم رضوان شهيد يوجه لي الإنذار في هذه المباراة. سيغيب على ديربي الشمال في الجولة المقبلة أمام فريق المغرب التطواني، المباراة التي ستجرى بأرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة. هذه جماهير اتحاد طنجة، هذه جماهير اتحاد طنجة اليوم حاضرة بالفعل، خطأ موجود، قرار الحكم كان قرار سليم، يعني كانت عملية مسك من جانب المادي النغمي. قلت اليوم مطالب أنه يحتاط كثيرا لأنه إنذار في لقاء اليوم سيغيب عن لقاء المقبل أمام فريق المغرب التطواني. كرة في خط الوسط تمشي في الجهة اليسرى وسط الميدان من يوسف قردوم، قردوم يلعبها لفائدة من فائدة محمد حمامي. محمد حمامي شوف لاعب تعودنا أنه يلعب كظهير أيمن، اليوم يلعب في محور الدفاع. قلت لكم في ظل غياب كل من
خصوصا يعني اللاعب اللي تحدثت عليه قلت مهم مروان هدودي في محور دفاع فريق الدفاع الحاسري الجديد. كرة تمشي اليمنى تمريرة بعيدة، سوء تفاهم بين أيوب نناح وبين من غير طارق الساتي في الجهة اليمنى، تمريرة كانت خاطئة تعطي تماس لفائدة فريق اتحاد طنجة. سيلعب التماس من طرف أسامة الغريب، أسامة الغريب انخفض رتم المباراة نسبيا مقارنة مع الدقائق الأولى اللي كانت مثيرة، ربع ساعة أولى مثالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تمشي كرة في وسط الميدان لفريق الدفاع الحسني الجديد، يلعبها ميلا حميدة حداد، حداد يبحث على التمرير الظاهر الأيسر، استقبال من فابريس سينغا، أين هي الحلول لفابريس؟ يرجع لوسط الميدان لأنوار جيد، توصل لبلال مقري، بلال مقري أين هي الحلول؟ ثلاثة ديال لاعبين ديال فريق اتحاد طنجة يحاصرون بلال مقري في الجهة اليسرى، يضطر أنه يتحصل على تماس. سيلعب من طرف اللاعب فابريس سينغا، تماس لفريق الدكال، يلعب التماس، الحكم يقول ركنية لفريق الدفاع الحسني الجديد. إذن ستلعب الركنية من طرف مرمى، من طرف اللاعب بلال المقري. إذا بلال المقري اللاعب اللي مسجل 9 ديال الأهداف، يلعب الركنية بشكل سريع، تلعب لأنوار جيد، العرضية من طرف جسد بعد الراسية، يتدخل الدفاع، دفاع فريق اتحاد طنجة، متابعة كانت جيدة من خلال الكرة الأخيرة، تمشي للجهة اليمنى للخطير سايمون مصطفى، التمريرة كانت من طرف مرمى من طرف يوسف فقردو، هذه العرضية فرصة، سوء تفاهم يتحصل على الركنية من جديد، الركنية الثانية لفريق الدفاع الحسني الجديد، ستلعب هذه المرة من سايمون مصطفى، تدخل من تدخل العميد أسامة الغريب، أسامة اللي مسجل جوج ديال الأهداف، إذا تلعب الركنية مقوسة دكانية خطيرة، خروج الحارس طارق وطاح ما تمكنش من كورتو، شعيب المفتول مقطوعة للطنجاوية، عودة دكانية من يوسف قرد مرفعة أمامية، لكن طارق وطاح في المتابعة في المكان المناسب يتمكن من كورتو، تمرد الفرصة بسلام على مرمى فريق اتحاد طنجة. إذن 27 دقيقة، نقترب دقيقة 27، 1-0 الهدف اللي تسجل من طرف من طرف عمر العرشون يمنح الأسبقية لفريق الطنجاوي في هذه المباراة. وسط الميدان تمشي للجهة اليمنى ياسين البحيري، يبحث على التمرير ياسين، يرجع لوسط الميدان لتيونو ساينو، وساينو تمشي للجهة اليسرى، الاستقبال هناك من أسامة الغريب، يبحث على كورتو، قتالية من أسامة الغريب لكن تمريرته خاطئة لعناصر فريق الدفاع الحسني الجديد. طارق الساتي في خطر وسط يلعبها، يتمكن من التمرير لفائدة من، شوفوا دائما صعوبة يعني مجموعة من لاعبين ديال فريق الدفاع الحسني الجديد يحاول ما أمكن يضغطوا بأكبر عدد من اللاعبين في نص ملعب فريق اتحاد طنجة. مشات للدفاع، دفاع اللي متقدم في وسط الميدان، يوسف قردو تمريرته في الجهة اليمنى، طارق الساتي عرضية متابعة من العميد أسامة الغريب، شعيب المفتول هيئة لطارق الساتي لشعيب مرة أخرى، يبحث والآخر على التمرير، مطالبة الخطأ، الحكم ماذا يقول؟ يقول تمس لفائدة فريق الدفاع الحسري الجديد. ذكر أنه منذ موسم 97-98 11 مباراة سابقة جمعات بين الطرفين، فاز الدفاع الحسري الجديد في 4 ديال المباريات، منها انتصار واحد بميدان فريق اتحاد طنجة، انتصار اللي كان موسم 97-98، فيما ذكر بأنه اتحاد طنجة انتصر في 4 ديال المباريات كذلك كلها كانت بميدانه، ولم يحقق، أقول لم يحقق اتحاد طنجة أي انتصار يعني هنا بملعب العابدي بمدينة الجديدة. وتحدثت على لقاءات الفريقين منذ موسم 97-98، عرفوا بأن اتحاد طنجة غاب لسبع سنوات عجاب في القسم الوطني الثاني، لكن العودة محمودة، العودة مميزة من جانب ممثل عروسة الشمال، منذ صعود ومنذ العودة ديال القسم الأول أكد أنه واحد من الفرق التي تستحق كل التقدير والاحترام. هذه الكرة ملعوبة راسية خطيرة لبعاد من أسامة الغريب، وسط الميدان يوسف قردوم أخذ ورد في هذه اللحظات، التدخل من عمر العرشون وسط الميدان من جانب خالد الصروخ، ما تمكنش من كورتو، أنور جيد يلعب لحميدة حداد، حميدة حداد يلعب براسية، صراع بينه وبين المدافع أيوب الجرفي، الجرفي يرفع كرة، يتدخل من؟ يتدخل اللاعب أيوب أنور جيد، شوف التمريرات الخاطئة، شوف الارتباك في هذه اللحظات في اتجاه من؟ في اتجاه دفاع فريق الدفاع الحسن، دفاع فريق اتحاد طنجة. يطالب خطأ حميدة حداد لكن كان قريب، رضوان شيد يقول له وصل،
واصل اللعب ليس هناك خطأ وتواصل المباراة، يتواصل الحوار، يتواصل التشويق في هذا اللقاء. قلت لقاء ربما لن يقبل القسم على اثنين في هذا الرغبة الكبيرة من جانب الطرفين معا لتحقيق الانتصار في هذا المباراة، ولا شيء غير ذلك. كرة تمشي وسط الميدان، عودة لفائدة الدفاع لمحمد حمامي، حمامي لأنور شيد، أنور شيد في وسط الميدان يبحث على التمرير، شوف بناية الهجوم إلى فريق الدفاع الحسن الجديدي، يحاول ما أمكن ما يتسرعوش، يحاولوا ما أمكن ما يتسرعوش في بناء الهجمة. نشوف التمرير، نشوف الكرة، الحكم يقول له تمس لفريق الدفاع الحسن الجديد. إذن يلعب التمس بشكل سريع. أنور شيد، كرة أمامية، تدخل من؟ تدخل أسامة الغريب، أغلب تدخلاته كان جيدة، مشات هجمة مضادة سريعة لأحمد حمودان، يلعب لعماد النغمي، فرصة لفريق اتحاد طنجة، هذه في الخطورة، صاروخ صاروخ العبا في العمق، هذه فرصة، الحكم يقول تسلل، الحكم يقول تسلل تضمن ضد ياسين المحيري في اللقطة الأخيرة. الحكم المساعد الأول لحسن اسكاو هو اللي قال التسلل، بالفعل قرار الحكم كان قرار سليم. برافو حكم المساعد، برافو حكم المساعد، وهذا التدخل كان من جانب من؟ من جانب اللاعب أيوب الجرفي، طلب خطأ لكن الحكم كان قريب يقول بأنه ما كانش هناك خطأ لحميدة حداد، وطلب بمواصلة اللعب. تمشي الكرة في الجهة اليمنى للفريق الدكاري، غير حتى الآن من أجل له يتغطى بشكل كبير فيما تبقى من دقيقة الجولة الأولى على بعد ربع ساعة من نهاية الشوط الأول، نصف ساعة من اللعب، أقول نصف ساعة، تبقى جيدة جدا من الطرفين، لا على مستوى الريتم، أقول على مستوى الريتم المقابلة، ولا كذلك بعض الفرص التي أتيحت، ولا على مستوى الحصة التهديفية اللي سجل من خلال طبعا حال فريق اتحاد طنجة الهدف الأول، في انتظار ستكون ردة الفعل من الفريق الدكاري في هذا الجولة الأولى. كرة ملعوبة سيدو سايمون مصوفا ولا سددها، مشات هجمة مضادة سريعة، نشوف الخطورة، الفريق الطنجاوي يعتمد على الهجمات المضادة السريعة بعد تشيل الهدف، أقول بعد تشيل الهدف وبعد ما دخلت فريق الدفاع الحسني الجديد، لاحظ بين الحلول الآن بالنسبة لفريق اتحاد طنجة تأتي من خلال هجمة المضادة السريعة. تمشي بلال المقري، هي بلال، يبحث بلال على التمرير، محاصر في وسط الميدان من جانب جونو سايلو، يرش على الخير في فابريس سينغا، لعبة لحميدة حداد، حميدة حداد ينتظر الدعم والمساندة لبلال المقري، تمريرات قصيرة، شوف تيكي تاكا، شوف اللمسة، لكن تغيب اللمسة الأخيرة، تغيب اللمسة الأخيرة لفريق الدفاع الحسني الجديد. يوسف قردوب تمشي في الجهة اليمنى لطريق الساتي، طريق الساتي يتحسن هذا فريق الدفاع الحسني الجديد مع مرور دقائق، دخلت عناصره في أجواء المقابلة، قول دخلت عناصره في أجواء المباراة. تمشي لأيوب نناح، أيوب نناح يلعبها وسط الميدان لأنور شيد، غير اتجاه اللاعب، لعبة في الجهة اليمنى، طريق الساتي غير حتى على العرضية، محاصر بلاعبين تمكن من العرضية، لكن التغطية تأتي من طرف من؟ من طرف عمر العرشون، هو اللي دخل في الكرة الأخيرة، بالفعل عمر العرشون هو اللي بعد الكرة الأخيرة. إذن يلعب التماس، كرة في الجهة اليمنى، دكالية في هذا الحدث، أنور شيد، طريق الساتي، أنور شيد، خطأ يقول الحكم لفائدة ما لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديد. تدخل كان من جانب لاعب خالد صروف اللي دخل مكان عمان وعراب، تغيير كان قراري في دقائق الجولة الأولى من فريق اتحاد طنجة. كرة الآن لبلال المقري، سددها، يعتمد على التسديد من بعيد، عناصر الدفاع الحسني الجديد في ظل، أقول في ظل غياب النشاعة الهجومية، يبقى خيار التسديد من بعيد واحد من الخيارات المطروحة بقوة في هذه المباراة، وغنتابعوا خطورة الكرات الثابتة ستكون مطروحة، أقول ستكون مطروحة بقوة في هذه المقابلة، سواء من جانب ديال الشيء أو كذلك من جانب فريق اتحاد طنجة. نتابعوا الإعادة، هذه كرة لعبت الراسية من حميدة حداد، ما تمكنوش عناصر الدفاع الحسني الجديد من استغلالها، في الوقت دائما الاعتماد على الخطير حميدة حداد، في الوقت الاعتماد على الخطير حميدة حداد. نشوفوا هذه الكرة الثابتة، الكرة الأولى من نوعها لفريق الدفاع الحسني الجديد في هذه الجولة الأولى، تأتي في هذا الوقت المهم من الشوط الأول، هل سيتم استثمارها؟ هل سيتم استثمارها؟ تابعوا تنفيذ الخطأ سيكون من طرف من؟ نشوفوا المتابعة، تسديدة، فرصة خطيرة، خطيرة، الارتباك حاصل في دفاع فريق اتحاد طنجة، وكذلك حتى من جانب خط هجوم فريق الدفاع الحسني الجديد، لأنه لا يستغل، لأنه لا يستغل هذا الفرص في الوقت اللي كان مطالب بلمسة يد من جانب عناصر فريق الدفاع الحسني الجديد. الحكم قال ما كاينش، الحكم قال ما كاينش هناك لمسة يد. وسط الميدان لفابريس سينغا، فابريس سينغا لأيوب نناح، نناح يلعبها في الجهة اليمنى، والله أجواء جميلة في المدرجات،
مباراة أخرى في المدرجات وأجواء خاصة في المدرجات. برافو لجماهير الفريقين، برافو لجماهير الدفاع الحصري الجديد وكذلك لجماهير اتحاد طنجة. يعني الأجواء في المدرجات تخليك كذلك تركز بشكل كبير، تخليك تركز بشكل كبير على الإبداع والإمتاع بلغة الكبار من طرف كبار الدوري الوطني، من طرف كبار الدوري الوطني. الجماهير الدكارية وهذه اللقطة اللي طالبوا من خلالها بلمسة يد، هذه اللقطة اللي من خلالها طالبوا لمسة يد. الحكم يقول ما كاينش هناك بتاتا، يقول ما كاينش هناك بتاتا لمسة يد. كرة تجي الركنية الرابعة لفريق الدفاع الحسني الجديدي، مقوصة منطقة الجزاء لبعاد من الدفاع، يدخل عمر العرجون. إذا عمر العرجون ولا يدخل في الكرة الأخيرة، تمس يلعب في الجهة اليمنى، يدخل فريق الدفاع الحسني الجديد. قلت لكم بأنه دخل في أجواء المباراة والآن يبحث على هدف التعادل قبل نهاية الجولة الأولى. اتحاد طنجة يعتمد على الهجمات المضادة السريعة، كرة ضايعة على المدى النغمي، تمشي في الجهة اليمنى، نشوفوا التمريرة، غير اتجاه اللعب بطريقة شميلة لفائدة بلال المقري، لكن يتدخل في الوقت المناسب. من يدخل رضوان مرة بالدوري الأغري. إذا تلعب الكرة في الجهة اليسرى لفريق الدفاع الحسني الجديدي، تماس أنوار جيد، أنوار جيد، صراع بينه وبين اللاعب فريق اتحاد طنجة. ياسين البحيري يتمكن من التمرير هذا المرة في وسط الميدان لفائدة من. نشوف التمريرة من محمد أحمامي في الجهة اليمنى، الجهة اليمنى لطارق الساتي، طارق الساتي يرفع كورتو منطقة الجزاء لحميد حداد. الراسية من حميد حداد، لكن ما كانش محظوظ، مشات جانبا. وفي المتابعة اللي كان واللاعب من هو اللاعب أيوب الشرفي، هو اللي كان في المتابعة، تكتسي طبعا الخطورة فرص فريق الدفاع الحسني الجديد في اللحظات الأخيرة ديال هذه الجولة الأولى. المحاولة اللي كانت في حدود دقيقة 35 على بعد 10 دقائق من هذه الجولة الأولى. يا سادة وسيدات، أذكر واحدة من القمم المهمة، واحدة من اللقاءات المهمة في هذا الموسم، أقول لكم في هذا الموسم، لأنه اليوم اتحاد طنجة لو ينتصر أقول سيخطو خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب. فيما الدفاع الحسني الجديد يعلم جيدا بأنه الانتصار اليوم سيقلص من خلال الفارق على فريق اتحاد طنجة بفارق نقطة، وبذلك قلت ستتبعثر الأوراق في مقدمة الترتيب من جديد. كرة دكارية الجهة اليمنى مقوصة، مشات لفائدة من؟ لفائدة عناصر اتحاد طنجة. لبعاد دائما عمر العرشون قدم مباراة جيدة في هذه الجولة الأولى، مقوصة لبعاد من جانب من؟ كان التدخل ديال اللاعب أيوب الجرفي، تمشي سريعة لفريق اتحاد طنجة، لكن ما كاينش الدعم، ما كاينش المساندة. خالد صروح كان ينتظر ظهور أحمد حمودان في الجهة اليسرى، لكن شوفوا غير من المركز ديالو اللاعب أحمد حمودان من الجهة اليسرى الآن للجهة اليمنى. تبادل المراكز بينه وبين المادي النغمي، ترى تنقل في الجهة اليسرى وترى في الجهة اليمنى. خرجت كرة تمس لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديد، خطا الوسط الحت على التمرير، هذا يوسف قردوم، قردوم يلعبها لفائدة فابريس سينغا، فابريس سينغا يرفع كورتو، تمشي بعيدة بعيدة لدفاع فريق اتحاد طنجة. لفائدة دفاع فريق اتحاد طنجة مرة أخرى في وسط الميدان، الراسية كرة قصيرة، يوسف قردوم يضغط عليه اللاعب المادي النغمي، يرجع لفائدة الحارس عزيز الكيلاني. تمريرة خاطئة، خاطئة من عسيس، خاطئة من عسيس. المدى النغمي ينتظر الدعم والمساندة، لعب لأحمد حمودان، حمودان 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 حمودان، يسدد أحمد حمودان، لكن بعيدة بعيدة على مرمى الحارس عسيس الكيلاني، بعد الأخطاء المؤثرة من عسيس الكيلاني كما كان الشان في المباراة السابقة أمام ولدية الجزائر. الخطأ اللي كان عطى، أقول الخطأ اللي كان عطى هدف التعادل فريق الجزائر في الوقت اللي كان متقدم، في الوقت اللي كان متقدم فريق الدفاع الحسني الجديد، هدف حميد حداد كانت نقطة ثمينة أقول بالنسبة لفريق الدكاري أمام ممثل الجزائر، وبذلك بداية مشجعة في منافسة دوري أبطال إفريقيا. دور المجموعات لعبها فريق الدكاري لأول مرة في مشوار، يلعب دور المجموعات لأول مرة في مشواره الشخصي. أرشح وأنتظر أن يكون الدفاع الحسني الجديد رقم صعب في هذه المجموعة، المجموعة الثانية، وأنتظر أن يمر إن شاء الله لأدوار متقدمة في هذا البطولة. أخطاء على مستوى التمرير، هذا المرة خطأ التمرير من جانب أنوار شايد لفريق الاتحاد طنجة من عمر عرجون، يلعب في الجهة اليسرى لوسام الغريب، الغريب تمشي أمام كاش تسلل، يبحث على الانسيلي ياسين البحيري، البحيري في الجهة اليسرى محاصر من طارق الساتي، يقوم بالتغطية طارق، يرجع للخلف أسامة الغريب في وسط الميدان عمر العرجون إلى جانب تيون وصيني، وصيني مقطوعة كرة دكارية في هذه اللحظات، صيمون مصوف يرتكب الخطأ والحكم غير عطيه انذار.
الحكم غيعطي الانذار لفائدة ما لفائدة لاعب عمر العرشون. يتلقى الانذار في لحظات لاعب فريق اتحاد طنجة، ونعرفوا بانه الانذار خصوصا في الجولة الاولى يفرمل اكيد تحركات عمر العرشون، لانه سيتخوف بعد ذلك لو يتلقى انذار اخر. لنشوف عملية مسك واضحة، وقرا الحكم اظن انه كان قرار سليم في اللقطة الاخيرة، لم يتساهل حكم رضوان جيد مع عمر العرشون في عملية المسك في اللقطة الأخيرة. كرة تمشي وسط ميدان لأنوار شيد، لأنوار شيد ملعوبة من يوسف قردوم، يعيدها لمحمد حمامي في وسط الميدان. نشوفوا محاولة أندوكالية أنوار شيد، غير حتى على التمرير غياب عادل الحساوي على تشكيل فريق الدفاع الحاصري. الشادي يقول بالرغم أنه متواجد في بنك الاحتياط، لكن يقول عادل الحسناوي لاعب مصاب في المباراة السابقة أمام فريق مولودية الجزائر، وطلعة الحل يعني عبد الرحيم طالب ما بغاش يغامر به في لقاء اليوم، ما بغاش يدخله في التشكيل الأساسي، وفضل أنه يتركه في بنك الاحتياط. ومستبعد، أقول مستبعد أنه نشوفه في مباراة اليوم، لكن سننتظر، ستكون له القدرة من أجل أنه يقدم الإضافة في الجولة الثانية. وهل سيشرك عبد الرحيم طالب في الشوط التالي؟ إذن ضربة خطأ لفائدة فريق اتحاد طنجة. خالد الصروخ، شوف أنا لعب التسديدة المتابعة اللي كانت من وسام الغريب، لعب العرضية لاستقبال من جانب الخطير أحمد حموداني، هيئة ارتباك في الدفاع والمتابعة من عمر العرشون، يعطي الهدف الأول لفائدة فريق اتحاد طنجة في هذه المباراة. إذا 40 دقيقة على بعد 5 دقائق من نهاية الجولة الأولى، أقول لكم جولة مثالية، جولة جيدة، جولة مميزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بالرغم أنه في بعض اللحظات انخفض ريتم المقابل، لكن شفنا بأنه الفريقان معا وصل الحوار، والحوار يتواصل في المدرجات. قلت لكم بأنه التسونامي الأزرق يصل مدينة الجديدة، ألوانهم أصواتهم ترعب الخصوم، وهذا المدرب أكيد السابق للمدرب المنتخب المحلي سابقا جمال السلامي، يتابع معطيات هذا المباراة. جمال السلامي وليد انصار وعديده يروجوا اليوم، لم تضيع هذا الفرصة، أقول لكم لم تضيع هذا الفرصة وهذا الحوار في مباراة تحدثت وقلت لكم بأنها مباراة الموسم للطرفين. لمن ستكون أبناء طنجة تمكنوا من تحقيق الأهم في هذه الجولة الأولى بتسجيل هدف الصف من عمر العرشون، لكن 5 دقائق متبقية سيضغط الفريق الدكاني للبحث على هدف التعادل. شوف هذه عرضية مشات خطيرة، سوتيفوم الاستقبال يجي من سايمون مصوبة، تمكن من التمرير، يبحث على التمرير بين الميكري، وهذا شعيب المفتول بالفعل، شعيب المفتول هيئة العرضية بهذه الطريقة الروسيو. واحدة من الفرص التي اكتسب طابع الخطورة لفريق الدفاع الحسني الجديدي، واتحاد طنجة يحاول ما امكن يستغل اسم المضادة السريعة. شوف يتقدم قردوم، والتغطية من الدفاع. برافو الدفاع الطنجة في مباراة اليوم، وبرافو كذلك لخط هجوم فريق الدفاع الحسني الجديدي، لأنه بدأ يتحرك في اتجاه نصف ملعب فريق اتحاد طنجة، ويخلق فرص منها من اكتسب طابع الخطورة، ومنها اللي شفنا بأنه كان ارتباك من المهاجمين ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي، ما استثمروش بعض الفرص اللي تحكيهم في هذا الجولة الأولى. تمشي كرة أمامية من فابريسينغا، الاستقبال من أيوب نناح، يلعبها لبلال المقري، بلال المقري لأنوار جيد، أنوار جيد يلعبها مرة أخرى، هذا المرة لفابريسينغا، يغير اتجاه اللاعب، توصل هناك الجهة اليمنى، محاولة دكالية في هذه اللحظات العرضية خطيرة، لكن التغطية تجي من طرف مرمى الطرف لاعب أيوب الخالق. حال ماشي المركز ديالو أيوب الخالق، لكن يبان بأنه إلى حد اللحظة مقدم يعني دور جيد في محور دفاع فريق اتحاد طنجة، مقدم دور دفاعي مميز في محور دفاع فريق اتحاد طنجة. الحكم يقول يجب الإسراع في مواصلة اللعب، الآن يحاول عناصر اتحاد طنجة أنه يتم إنهاء هذه الجولة الأولى بهذا التقدم، لأن التقدم سيكون معنويا مهم بالنسبة لفريق الطنجاوي أمام فريق الدفاع الحسني الجديد
في انتظار معطيات الجولة التالية، ستكون جولة الحسم، جولة الإثارة، جولة الصراع من أجل تحقيق نتيجة جميع فضل المباراة. كرة تمشي وسط الميدان لفيداتيو روساينو، ملعوبة من فابريسينغا ليايو بنناح، يلعب في الجهة اليمنى، محاولة شعيب المفتول تمكن من التمرير، تصل هنا لفيدة بلال مقري، ينتظر الدعم والمساندة من فابريس. بلال يلعبها، بلال يلعبها، تسديده لكن بعيدة 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 من أنوار جيد. لاحظنا بأنه يركز بشكل كبير على التسديد من بعيد. فاز المباراة وادي الجماهير الفريقين في المدرجات. قلت لكم عادوا المدرجات بقوة من خلال معطيات هذا المباراة. بعد ما قدم الدفاع الحسن الجديد كل الضمانات، قدم لهم كل الضمانات بأنه بالفعل فريق يستحق الدعم والمساندة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في المنافسات الوطنية بطبيعة الحال وصل نهائي كأس العرش. وقلت لكم يحقق نقطة بطعم الانتصار أمام فريق مولودية الجزائر في أول اختبار في منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. تمشي الكرة وسط الميدان، هذا بلال مقري، التمريرة كانت قصيرة ملعوبة لفريق اتحاد طنجة، مقطوعة من مهدي النغمي، يتقدم المهدي، يلعب في الجهة اليمنى، يبحث على التمرير، ما تمكنش المراوغة، تمكن مرة ثانية، محاولة طنجاوية، خطأ موجود، خطأ يقول الحكم بعد ما كان التدخل من طرف من طرف اللاعب أنوار جيد، يرتكب الخطورة على المهدي النغمي في الجهة اليمنى. نشوفوا التدخل كان من أنوار جيد الحكم المساعد، واللي رفع الرايه واللي قال الحكم رضوان جيد بان هناك خطا لفائده فريق اتحاد طنجه. تساند وتشجع وتدعم وانتقلت باعداد كبيره من مدينه طنجه من شمال المملكه لمدينه الجديده لواحده كذلك من اجمل مدن المملكه، مدينه الجديده التي رحبت بجمهور اتحاد طنجه. تابعوا هذه محاوله تمشي لانوار جيد، رفع كره لفائده سايمون مصوفا، سايمون ما تمكنش منها، تدخل انوار، تدخل لاعب وسام الغريب، الحكم يقول خطا لفائده مالي، فائده فريق الدفاع الحسن الجديدي. سيلعب الخطا ليوسف القردوم لانوار جيد داخل لحظات هذه المباراه على بعد 10 ثواني من نهايه الوقت الراسي، 1-0 لفريق اتحاد طنجه. لكن اقول لكم الهدف لا يؤمن الفوز لفريق اتحاد طنجه ولا يؤمن التقدم للفريق الطنجاوي، لانه اليوم يواجه فريق اللي بامكانه في لحظه ان يعود في معطيات المباراه بين هذا وذاك. سيتمكن من ذلك في اللحظات الاخيره ديال هذه الجوله الاولى على بعد دقيقتين كوقت مضاف اشار الحكم ديال هذه المباراه. يتدخل يوسف قردوم، تلعب في الجهه اليسرى، الحكم يعلن التماس لفائده فريق الدفاع الحسن الجديد، يعلن على التماس لفائده فريق اتحاد لفائده فريق الدفاع الحسن الجديد. أنوار جيد يتحدث مع دريس المرابط، قبل ذلك يتحدث مع الطاقم التقني لفريق الدفاع الحسن الجديد. حكم عافو، حكم لا يتساهل، إذا على بعد لحظات من نهاية بطبيعة الحال من نهاية هذه الجولة الأولى في هذا الحوار المثير، في هذا الحوار المثير على أرضية ملعب محمد العبدي بمدينة الجديدة. آخر الفرص في هذه الجولة الأولى، فريق الدفاع الحسن الجديد يبحث على التسجيل، قلت لكم يبحث على تسجيل هدف التعادل. تمشي كرة بشكل جيد من جاري مرمي، جاري بلال مقري يبحث على العرضية، ما تمكنش من ذلك، متابعة من دفاع فريق اتحاد طنجة في هذه اللحظات. يتحصل فريق دفاع الحسن الجديدي، يتحصل على التماس في هذه اللحظات. أذكر بأنه مباراة الوداد وحسنية أكادير لحدق 44-0 مقابل 0، التعادل السلبي في مباراة الوداد الرياضي وحسنية أكادير 1-0 في هذه المباراة، نتيجة تخدم مصالح فريق اتحاد طنجة، نتيجة تخدم مصالح فريق اتحاد طنجة. تمشي أمامية منطقة الجزاء عمر العرشون في عملية الإبعاد، آخر ثواني هذه الجولة الأولى، تمريرة خاطئة، تمشي طنجاوية، تعود كاريا وسط الميدان لشعيب المفتول، محمد حمامي، حمامي يلعب في الجهة اليمنى، نشوف المحاولة من طريق الساتي العرضية، هذه خطيرة، من العيار الثقيل في الوقت المناسب في الثواني الأخيرة من الجولة. ولا أقول لكم بأن الدفاع الحسن الجديد فريق اللي بإمكانه في أي لحظة يباغت في
في بامكانه في اللحظه باغه من فعل باغه فريق اتحاد طنجة. لعبه العرضيه من المميز طريق الساتع تقر على طبق من داب حميد حدادي سجل هدف التاسع له بقميص الدفاع الحسن الجديد في هذا الموسم. 1-1 في مباراه مثيره. برافو برافو فريق اتحاد طنجة وبرافو كذلك الدفاع الحسن الجديد. التعادل 1-1 امام اندارمن امام اندار اكيد وريد زارو شاف الكره وهي تدخل للشباك احتفل بالهدف يقول انا دكاري انا دفاعي بالرغم انا ولدت وترعت هناك في مدينه اكادير لكن لا انسى الفريق ليعود الفضل الكبير وفريق الدفاع الحسن.